يا سلام، وصدقت بقى ازاي ان شاء الله وانت كل يوم واقف مع بنت من الحته وعمال تقول لها كلامك المعسول ده هو بعينيك الحلوه دي يخرب بيت امك. انا ما قلتش حاجه يا ستي. ايوه يا ستي، حاضر اللي هغير هعمله هو يرشر لك الازدان. انا لازم اقفل. ايه الماتش؟ لا والنبي، والمرسى ابو العباس بلاش الماتش اللي انت بتضرب فيها دي. ما بتضربش يعني ايه؟ اول كل مره ترجع لي من الخناقه وشك شبه قفاك. استنى بس، هو انا قلت ان قفاك حاجه وحشه؟ استنى بس. الو الو، الشوكولاته؟ الشوكولاته كانت وحشه جدا جدا. وليه ليه شوكولاته دارك دي؟ ما كفايه مرات الايام عليا تجيب لي شوكولاته مره. كلتها كلها والله. ليه؟ عشان انت اللي جايبها لي مثلا؟ بصراحه مش عارفه بقى اذا كانت هي حلوه عشان انت مديها لي، ولا انت بتجيب هدايا مضروبه، ولا ايه؟ قول لي لو بتجيب هدايا مضروبه عرفني بس. الشوكولاته؟ الشوكولاته كانت وحشه جدا جدا. وليه ليه شوكولاته دارك دي؟ يعني كفايه مررت الايام عليا تجيب لي كمان في هديه مره. كلتها كلها والله. ايه اللي ليه؟ عشان انت اللي جايبها لي مثلا؟ بصراحه مش فاكره ان هي كانت مره قوي يعني. معرفش بقى عشان انت اللي جايبها لي، ولا انت بتجيب هدايا مضروبه، ولا ايه؟ لو بتجيب هدايا مضروبه عرفني بس. انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان انا مش هلاقي حد يبص لي كده تاني. انا الدنيا مش صاحبتي، ودايما بتديني هدايا مبرره. لا انت مش هي الوحيده اللي الدنيا بتتهالي حلوه. انت ايه؟ انت الشخص اللي لو اداني اي حاجه مبرره انا مش هدوها المره، ومش عايزه اخسرك ابدا. بخاف من ده قوي، ومش بعرف اتعامل مع الاحساس ده. يساوي ايه ان يبقى في حد في حياتك اي حاجه وحشه انت بتحسها معاه ما بتحسهاش وحشه؟ انت شوكولاتي اللي مش ممنوع.